متابعين الكرام، أحبابي في الله، طبتم في حفظ الله. في البداية نصلي ونسلم على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. متابعين الكرام، أنا عارف شغل الناس الشاغل دلوقتي، إن أنا إزاي أدخل مكة، إن أنا إزاي أحجز من تطبيق نسك العمرة بتاعتي. هعرفكم في الفيديو ده متابعين الكرام إزاي أقدر أحجز عمرتي. هعرفكم دلوقتي إن شاء الله في الفيديو ده إيه آخر البيانات اللي صدرت من الطيران سواء السعودي او المصري، والمطارات ايه اللي حصل فيها. متابعين الكرام، يا ريت اللي ما اشتركش في قناتي يدعمني بالاشتراك بتاعه الحلو واللايك بتاعك الحلو. متابعين الكرام، وفي البدايه نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واي استفسار تكتب لي في الكومنتات وبين على الفيديو متابعين الكرام، لان بحبكم في الله، ويا رب يكرمنا جميعا بحج وعمره قريبا. وابتسم فنبيكم محمد، وبين على الفيديو. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله. أحبابي في الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في البداية نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله. متابعين الكرام، شغل الناس الشغل الأيام دي هو إن أنا إزاي أروح حج بدون تصريح. عشان نكون صراحة كده، كل الناس بتسأل ازاي ادخل مكة ازاي، والمشكلة الكبيرة اللي بتقابل الناس الايام دي وهي التسجيل او حجز عمرة من خلال تطبيق نسك، وانني من خلاله بدخل مكة. طبعا هقول لكم الحل، ان ازاي اقدر احجز عمرة دي رسميا، طبعا يا رسمي وحاجة نظامية، انت موجود في المملكة العربية السعودية تقدر تحجز عمرة من خلال تطبيق نسك. ولكن المشكلة اللي بتجابلي لكل الأيام دي إن هي بتدخل على التطبيق وما بتلاقيش حجز. هقول لك على طريقة جميلة جدا إن شاء الله هتحصل من خلالها حجز بإذن الله. وكمان المشكلة اللي بتقابل الناس، وبعد ما سألنا الناس كمان اللي بيدخلوا رايحين مكة دلوقتي فعليا بيتحجزوا، أنت ما معكش تصريح، لا تصريح نسك ولا تصريح دخول مكة ولا أنت إقامتك مكة ولا تصريح حج. فعليا من خلال الحجز الامني او الضبط الامني او التفتيشات اللي بتدخل من خلالها مكه، بيبداوا يرجعوا الناس وبيرجعوا المركبات فعليا احبابي في الله. وطبعا الغرامات بدات تتطبق على الناس، واحنا قلنا قبل كده في الفيديوهات متابعين الكرام ان الغرامه تصل الى 10,000 ريال وبتتدبل اذا اثبت ان يعني المخالفه دي اتكررت لنفس الشخص متابعين الكرام. وطبعا فيه قرارات وفي بيانات نزلت من الطيران السعودي ان الحجز ما شاء الله تبارك الرحمن ما فيش اي عواق، يعني انت تقدر تحجز من خلال الطيران السعودي والطيران المصري، كل الطيران مفتوح انك تحجز من خلاله كأنت كزياره شخصيه او زياره عائليه بتحجز عادي دلوقتي، الا في حاله واحده بس نزلت بيانات او قرارات تانية من الحكومه السعوديه، وبكده تقدر تغير حجزك. يعني حجزك موجود اهوت، انت حجزت سواء من مصر الطيران او من الخطوط السعوديه او من اي خطوط، انت عادي بتحجز في اي ميعاد حاد. ولكن المعلومات اللي وصلت ان انت لو الحجز بتاعك ده مثلا وليكن انت حجزت عليهم 20 ذو القعده، وقبل 20 ذو القعده نزل قرار من الحكومه السعوديه ان مفيش ما تقدرش تدخل انت كزياره على مطار المدينه او الطائف او جده او ينبع. الطيران قال ايه؟ قال ان انت ممكن تغير الحجز وعليك غرامه التغيير والسعر الجديد اللي هتحجز عليه، انك هتروح على مطار الرياض بقى او القصيم او اي مطار تاني غير الاربع مطارات اللي بيكون عليهم العين عفوا. فيا جماعه انا نصيحتي لكل واحد، انت مش معاك تصريح ما تروحش السنه دي فعليا، ما معكش تصريح ما تروحش. زي ما بقول قبل كده، الحجز الحج لمن استطاع اليه سبيلا. طبعا الناس اللي بتخش دلوقتي وتحجز على تطبيق نسك ومش عارفه تحجز عمره، انت موجود دلوقتي عادي وعايز تدخل مكه وعايز تعمل عمرتك، انا مش بد يعني مش بنصح حد ان انا بقول له لا روح اعمل عمره واقعد في مكه، لا ده انا بقول لك انت عامل نفسك تعمل عمره دلوقتي وحابب تحجز مع تطبيق نسك، هتعمل ايه؟ كل بدايه ساعه يا جماعه، يعني مثلا الساعه دلوقتي وليكن 3 3 ودقيقه بيبدا التطبيق يفتح حجز. كل ساعه بعد يعني الساعة دلوقتي مثلا 3 أو 4 4 ودقيقة أنت بتلاقي فيه فتح الحجز. فأنت دايما لازم تكون بتحاول دايما، دي نصيحتي، ده عن تجربة طبعا. فأنت في أول كل ساعة
تروح داخل على التطبيق وان شاء الله هتحصل الحجز بتاعك. زي ما قلنا قبل كده متابعين الكرام، الاربع مناطق اللي عليهم المخالفه هي مكه والمنطقه المركزيه ومنطقه المناسك او المشاعر اللي هي مثلا عرفات ومنى ومزدلفه ومحطه قطار الحرمين بالرصيفه، دي في بدايه مكه من مدخل جده متابعين الكرام. فانا بنصح كل واحد متابعين الكرام ان هو ما يقديش بنفسه الى التهلكه او يعرض نفسه للمخالفه، لان المخالفه دي هتبقى 10,000 ريال، وال 10,000 ريال هتتدبل تاني متابعين الكرام ل 20، وهتتمنع من دخول المملكه العربيه السعوديه على حسب القرار اللي هيتوجه ليك طبعا او التهمه اللي هتتوجه ليك انت خالفت، فممكن تبقى سنه 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين ان انت هتتمنع من دخول المملكه العربيه السعوديه. فدايما نصيحتي انا بقول لكم انت في بلد فلازم تحترم القانون بتاعها متابعين الكرام. طبعا برضو الحاجات اللي بتهم الناس، الباركود، الباركود خلاص اسعاره خياليه الايام دي 10,000 ريال. احنا سالنا ناس كتير يا جماعه، وسالنا الناس اللي راحت دخلت مكه الايام دي فعلا بيدوروا على تصريح العمره من خلال تطبيق نسك، بيدججوا فيه جدا جدا. فحتى سواقين التاكسي اللي بتواخدك من مطار جده او من مطار المدينه او من محطه القطار او من مطار الطايف بيسالك انت معاك حجز عمره ولا لا، ففعليا في تفتيش على الحاجات دي، فانت ما تعرضش نفسك للمخالفه. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه متابعين الكرام ان انت برضو بتعرض نفسك، بيبقى شكلك مش كويس اول شيء، بيبقى انت بتعمل حاجه وانت مش مرتاح. فالناس دي نزلت القرارات ليه؟ علشان اللي يكون في الحج بيؤدي المناسك بتاعته بكل ارتياح متابعين الكرام احبابي في الله. ففعليا دلوقتي بداوا يرجعوا المركبات اللي مش معها تصريح، بيرجعوا الناس اللي مش معها تصريح عمره، الناس اللي مش معها حج او تصريح للحج، الناس اللي مش اقامتها مكه. طبعا احنا قلنا قبل كده ان انت ممكن انت ليك شغل في مكه، فانت بتقدر تدخل على تطبيق ابشر وعلى اجير وبتعمل التصريح بتاعك من خلال المؤسسه بتاعتك، وبتقدر تدخل مكه بتقوم بالعمل بتاعك عادي، ولكن لا يصرح لك بالحج. تمام، فالحاجات دي يا جماعه ما نسمعش كلام النصابين، ما نسمعش كلام الناس اللي ممكن يقول لك انا هوفر لك الباص وانا هوفر لك ومش عارف ايه وانا هدخلك مكه، ده كله في الفاضي. فلازم يا جماعه ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا. انت مش قادر تعمل تصريح خلاص يعني مالكش نصيب، ولكن الناس اللي دخلت مكه فعليا انا نصيحتي ليهم هي ان انت خلاص خليك في سكنك، صلي في مسجد قريب من السكن بتاعك لو انت فعليا دلوقتي انت موجود في مكه. لو انت موجود في مكه دلوقتي نصيحتي ليك حاجات ايه هي؟ ان انت تخليك قاعد في سكنك، ما تنزلش الا للضروره القصوى، ما تصليش، ما تقولش بقى ان انا رايح الحرم كل فرض، لا، اقرب مسجد صلي فيه، اقرب مسجد صلي فيه لحد ما تشوف الايام اللي جايه فيها ايه، عشان ما تعرضش نفسك للمخالفه. احنا عارفين طبعا في ناس كتير دخلت مكه ومتاجره في العزازيه بمبالغ باهظه، يعني وصل السرير لخمس وست الاف ريال في الغرفه. فاحنا ناس دفعت فلوس وناس، طب انت بدل ما كنت تحجز السرير ده كنت ممكن تحجز او يعني تشوف حجز تصريح للحج تكون نظامي، يعني هتلاقي الفرق بين 3 4000 ريال. فنصيحتي ليكوا يا جماعه ان انت في مكه دلوقتي خلاص انت ما تنزلش من السكن بتاعك، تصلي في مسجد قريب منك خالص، ما تكونش نزولك الا انك تجيب الضرورات القصوى بتاعتك. طبعا نصيحتي برضو للناس الكبار، لازم يكون تتصرف في كرسي متحرك، يكون معك مرافق، تكون عارف اقرب مستوصف فين، يكون معك السجاده بتاعتك، في حاجات اوليه لازم تاخد بالك منها. فيا جماعه برضو بالنسبه لحجز الطيران زي ما قلت لكم ان ما فيش دلوقتي اي بيان صدر الا من خلال مطار الطايف، المطار الطايف من يوم 15 او من يوم 10 ذو القعده مش هيدخل زياره، ده المطار الوحيد اللي صدر منه بيان. الحاجة الثانية ان الخطوط السعودية او المصرية كله البيانات بتاعته بتقول ان الحجز شغال عادي الا لو صدر قرار، يعني انت ممكن تحجز في اي وقت الا لو صدر قرار، فده هيغير حجزك وانت هتدفع الغرامة بتاعة تغيير الحجز وكمان السعر الجديد اللي انت هتحجز عليه. فبيقولك انا احجز عادي بس انا ماليش دعوة لو في اي قرار صدر، يعني هو بيخلي مسؤوليته هو، كل واحد بيصحصح عشان مسؤوليته. فانت دلوقتي نصيحتي لكل واحد ناوي يروح حج بدون تصريح ما تروحش،
انا مش بقول لك انت ما تحجش او ما تعتمرش، لا دي في قرارات فعلا يا جماعه فلازم نحترمها متابعين الكرام احبابي في الله. ومن اهم الحاجات طبعا اللي الامن السعودي قال عليها وقلناها قبل كده، ان انت 4 حاجات بس المصرح ليهم لدخول مكه، 4 فئات فقط ان انت مصرح ليك انك تدخل مكه، ان انت يكون معك اقامه مكه او تصريح للحج او تصريح عمره من خلال تطبيق نسك، او يكون معك اللهم صل على الحبيب يعني تكون اقامتك مكه او تصريح للحج او تصريح عمره او يكون معك تصريح للحج. دول ال4 حاجات متابعين الكرام المصرح ليهم. المخالفه برضو بعيدها واكررها، المخالفه عليك انك تكون متواجد في المناطق دي، المخالفه عليك 10,000 ريال وبتتدبل لو تكررت المخالفه 10,000 ريال وبتبعد من بتاخد ابعاد من المملكه او بتحرم من دخولها على حسب الفتره اللي هيحددها الامن السعودي. فيا جماعه ما نقديش بنفسنا الى التهلكه زي ما بنقول، ما نضرش بنفسنا، احنا كلنا نفسنا نعمل عمره كل يوم وكل شهر، فبالحركه دي ممكن تحرم نفسك انك تعمل عمره سنين. فنصيحتي يا ريت من انت مش معاك تصريح ما تحاولش انك تدخل، ولو كنت دخلت مكه فنصيحتي ليك انك تخليك في سكنك وتصلي في اقرب مسجد، ما تروحش الحرم كل وقت الا لما تشوف الايام اللي جايه فيها ايه. احنا بنحاول نوفر لكم كل المعلومات اللي بتتواجد عندنا، بنسال الناس اللي بتحاول تدخل مكه، زي ما قلت لكم انت دلوقتي عايز تعمل تصريح من نسك، نصيحتي ليك انك اول الساعه ما تدق يعني خلاص الساعه 1 دلوقتي، الساعه 1 ودقيقه بتلاقي فيه فتح الحجز، فانت حاول دايما تخش على تطبيق نسك وان شاء الله هتحصل الحجز بتاعك وتعمل عمرتك ان شاء الله رب العالمين. متابعين الكرام يا ريت اللي ما شرفني في اشتراكه يشترك في قناتي ويدعمني باللايك بتاعه الحلو، واي استفسار تكتب لي في الكومنتات. احبكم في الله ودائما ابتسم فنبيك محمد، وان شاء الله باذن الرحمن اي معلومات هتجي لي هبشركم بيها ان شاء الله. متابعين الكرام، وحج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله، وربنا يا رب يتقبل منا جميعا ويعدنا جميعا بعمره وحج قريبا. احبكم في الله ودائما ابتسم فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لك يا رب ويستر. متابعين الكرام احبابي في الله، طبتم في حفظ الله وامنه. في البداية نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت اللي ما اشتركش في قناتي يدعمني باشتراكه الحلو ويشرفني، وده شرف على دماغي طبعا. أحبكم في الله. متابعيني الكرام أحبابي في الله، طبتم في حفظ الله. متابعين الكرام متابعين الكرام طبتم في حفظ الله. في البداية نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ريت في البداية كده اللي ما اشتركش في قناتي وبيشوفني لأول مرة، أخوكم أبو متابعين الكرام أحبابي في الله، طبتم في حفظ الله. إن شاء الله تكونوا بخير ويا رب يعود علينا الأيام وعليكم. يا حمام الشوق وديلي وصل سلامي، يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. يا حمام والمشاعر تعزف دايم، فكري فيها صاحي ونايم، والله طيبة أغلى هدية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، يا طيبة يا نسمة ندية.
العالي. طيبة تداوي 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 قلب العالي. والقلب والها هي طيبة والها روحي تقول وفكري يقول روحي تقول وفكري يقول يا طاير وادي الوصية سلم عالروح البهية. يا طاير ود الوصية سلم على الروضة البهية يا منايا.